كم من أرواح حصدها وباء كورونا، لكن إجراءات الإغلاق الناجمة عن الفيروس قد تكون أشد خطراً، فهي ربما سبب في تغذية الفكر المتطرف وتجنيد المنظمات الإرهابية للكثير من الشباب. هذا بالضبط ما توصلت إليه الحكومة البريطانية، وتفيد معطيات كشف عنها وزير الخارجية دومينيك راب بأن بلاده سجلت خلال ديسمبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 7% من حجم المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، وكذلك ارتفاعاً مقلقاً في نسبة المراهقين والأطفال المعتقلين بسبب جنح إرهابية. وسبق أن سلطت تقارير ألمانية وفرنسية الضوء على نشاط واسع لجماعة الإخوان المسلمين لترويج الفكر المتطرف في أوروبا عبر المساجد أو الفضاءات الإلكترونية أو الجمعيات الخيرية، وتعتقد مراكز تعنى بشؤون الجماعات المتطرفة أن الدعاية للتطرف عبر الفضاءات الإلكترونية أخطر من تلك التي تنساب من على منابر أرضية، إذ يصعب رصدها ومعالجتها فورياً، وهو ما قد تستغله ببراعة التنظيمات الإرهابية وبالأخص داعش، الذي أثبت كفاءة غير متوقعة في مجال الاتصالات.